السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد حبايبي طلاب الفرقة الثانية. دكتور خالد شوقي معكم يحييكم ويتمنى لكم التوفيق. بعد ما اتكلمنا على مجموعة المسلز الموجودة في الديب سيكشن، تعالوا بينا دلوقتي نتعرف على مجموعة الكرينيال نيرفز أو مجموعة النيرفز اللي موجودة معنا في الديب سيكشن. لو جينا من ورا نفكركم باللي فوق ده، اللي ماشي على الفيس من فوق ده كان الفيشيال فين، الفيشيال نيرف، آسف، اللي هو رقم 7 كرينيال نيرف. الفيشيال نيرف كان بيديني من فوق ايه؟ ها، من قدام ده الاوريكولوبال بيبرال، وفي النص في الاوريكل ده الانترنال اوريكولار، وورا كان بيديني الكودال اوريكولار، ومن تحت كان بيديني الرامس كولاي اهوت، فاكرينه الرامس كولاي بيخترق الباروت سليفري جلاند اللي هو ده، ورا على طول كان في الدايجاستريك سمول برانش اللي بيغذي الدايجاستريك مسل مع الاوكسيبتو ماندوبولارز. تمام، يبقى ده الرامس كولاي، والدايجاستريك بيبقى فيري سمول برانش هنا مقطوع في العينه دي. طيب يبقى ده الفيشل نركنه على جنب فوق كده. لو جينا نشوف النيرف اللي هو رقم 5 تريجيمينال نيرف، تريجيمينال نيرف بيديني نيرف هنا مهم قوي اسمه المانديبولار نيرف. كل ده المانديبولار نيرف، وادي البرانشز بتاعته، ده المانديبولار نيرف. بعد ما شلنا الترجويدس لاتيراليز من المنطقه ديت يبان معايا كويس قوي، بلاقي فيه ايه؟ ها، بيديني ايه؟ بيديني اول حاجه فاكرين اللي هو الاوريكولو تيمبورال نيرف اللي طالع ده، لو شدناه من هنا اللي هو ده اوريكولو تيمبورال نيرف، فاكرين ده؟ ادي الاوريكولو تيمبورال نيرف، قلناه في منطقه الفيس والباروتيد ريجون اللي هو ده اوريكولو تيمبورال نيرف، بيعدي فوق مع الفيشال نيرف مع الباكال برانش زي ما قلنا، بيديني ايه؟ ترانسفيرس فيشال وفنترال باكال بيتحد، وفنترال برانش بيتحد مع الفنترال باكال بتاع الفيشال. لما قلنا في هنا نيرف ملوش علاقه بالفيشال اسمه اوريكولو تيمبورال اوف مانديبولار، يبقى ده اسمه اوريكولو تيمبورال اوف مانديبولار، بيديني ترانسفيرس فيشال نيرف وفنترال برانش بيتحد مع الفنترال باكال، يبقى ده اول حاجه بيدهاني. طيب شايفين اللي جوه ده رايح على التيمبورال فصه، تيمبرال فصة ده اسمه ديب تيمبرال نيرف، اسمه ديب تيمبرال، وبيطلع منه الماسيتريك نيرف عشان خاطر يغذي الماسيتر ماسل من عند المندوبلر نوتش من فوق، يبقى ده اسمه ايه؟ ديب تيمبرال نيرف. طيب في هنا التيروجويد ماسلز بيغذيها النيرف ده اسمه تيروجويدس، تيروجويد نيرف اهوت، النيرف ده اسمه تيروجويد نيرف عشان يغذي التيروجويدس ميدياليز اند لاتراليز. اخد بالي ان ده اسمه الباكال نيرف، فاكرين الباكسينيتور فين اهو، ده المولر بارت بتاع الباكسينيتور ماسل، ده الباكسينيتور فين معاها قلنا فيه ايه؟ الباكسينيتور او الباكال نيرف بتاع المانديبولر اهو، جاي من جوه اهوت، بيبقى ماشي في المنطقه دي، ادي فوق التنسور في اللاي بلاتيني، ادي الباكال نيرف. طيب بيديني ايه كمان؟ بلاقي النيرف ده اسمه اللينجوال نيرف اهو، اللينجوال نيرف ده رايح لحد ايه؟ الميوكاس ممبرين بتاع اول تلتين بتاع التانج، ميوكاس ممبرين عشان يغذي التاتش سنسيشن، وبيتقسم لسوبرفيشال وديب زي ما احنا شايفين، السوبرفيشال رايح للسابلينجوال سليفري جلاند، والدي بيروح يغذي زي ما قلنا يغذي التلتين الاولانيين في التانج الميوكاس ممبرين عشان التاتش سنسيشن. بيبقى ماشي معاه الكوردا تمباناي اهوت، ده جاي من جوه، بس الكوردا تمباناي ده جاي من السابع، جاي من القناه من جوه بتاعت الفيشال كانال من جوه، ده الكوردا تمباناي بتاع الفيشال كرينيال نيرف، بيمشي مع اللينجوال نيرف بتاع المانديبولر عشان يوصل يغذي التست باد بتاع اول تلتين، بيغذي التست باد بتاع برضو اول تلتين، يبقى التانج اول تلتين الميوكس ممبرين باللينجوال برانش بتاع المانديبولر، ولكن التست باد بتتغذى بالكوردا تمباناي الرفيع اللي ماشي معايا ده، بس ده جاي من الفيشيال نيرف. طيب ده اللي هو قلنا عليه ايه؟ ده المانديبولو الفولار نيرف اللي بيخش جوه المانديبولر كنال، مانديبولو الفولار نيرف، وقبل ما بيدخل القناه المانديبولو الفولار نيرف ده بيطلع منه اسف بيطلع منه مايلوهايويد نيرف، المايلوهايويد نيرف ده عشان يغذي عضله المايلوهايويد ماسل مع الروسترال بيلي اوف دايجاستريك ماسل، بيغذي المايلوهايويد ماسل والروسترال بيلي اوف ايه؟ اوف دايجاستريك ماسل، مايلوهايويد ده طالع من المانديبولا الفولار، المانديبولا الفولار في الاخر هيطلع بالمنتال فورامين زي ما قلنا، يطلع من القناه بالمنتال فورامين قدام. خلاص كده؟ يبقى دي اهم البرانشز بتاعه المانديبولار نيرف زي ما قلنا، ها اول حاجه خندهاني اللي هو ده اسمه ايه؟ اوريكولو تيمبرال، بعدين قصاده جوه كودا الديب تيمبرال اللي بيديني الديب تيمبرال اللي بيديني الماسيترك. خلاص ده البكل او الباكسينيتور، تحت ده التريجويد عشان التريجويدس لاتراليز، ده اللي هو اللينجوال سوبرفيشال وديب، ماشي معاه اللينجوال ده كوردا تيمباناي بتاع رقم 7 فيشيال، وده المانديبولو الفولار يدخل القناه، وقبل ما بيدخل القناه بيديني المايلوهايويد نيرف عشان المايلوهايويد والروسترال بيلي بتاع الدايجستريك، يبقى ده رقم 7. نيجي نشوف رقم 9 هنا اللي هو الجلوسوفارينجال، ده الستايلويد بروسيس، وراها على طول ادي رقم 9 اللي هو جلوسوفارينجال نيرف، رقم 9 كرينيال نيرف، ده الجلوسوفارينجال بيغذي طبعا الفارنكس في المنطقه ديت،
ده الجلوسفارينجال نيرف اهوت، وبروح يغذي البوستيريور سيرد بتاع مين؟ بتاع التانج، سواء ميوكس ممبرين او تستبد. يبقى ده اللي هو مين؟ الجلوسفارينجال رقم 9 للبوستيريور سيرد بتاع التانج، سواء ميوكس ممبرين او تستبد. يبقى اول تلتين كان من اللينجوال والكوردا تمباناي، صح؟ لكن التلت الاخير من التانج كان بيطلع منين؟ من الجلوسفارينجال. تحتيه على طول بلاقي ده اللينجوفيشال ارتري، بعديه على طول النيرف الكبير ده رقم 12 هايبوجلوسر نيرف، ده بقى رايح يغذي عضلات التانج كلها، ده موتور بيغذي عضلات التانج كلها. يبقى ده اللي قدام رفيع ورا الاستايلود بروسس مباشره وبيمشي على الوول بتاع الجتر الباوتش، ده الجلوسفارينجال اسف ده الجلوسفارينجال، وتحتيه على طول او وراه ده الهايبوجلوسر نيرف رقم 12 هايبوجلوسر نيرف. طيب شايفين بقى ها رقم 10 اللي هو مين؟ الفيجاس. الفيجاس كان بيمشي مع مين؟ مع السيمباثيتك في النك، مع الكومون كاروتيد ارتري. ده الكومون كاروتيد ارتري، ادي الكومون كاروتيد ارتري اللي هو ده ماشي معاه ايه؟ الفيجو سيمباثيتك. من اسمه فيجو سيمباثيتك يبقى هو فيجاس مع سيمباثيتك، وكان ماشي معاهم برانش رفيع اللي هو مين؟ ريكرنت نيرف او كودا لارينجال نيرف. اهوت ده الريكرنت او الكودا لارينجال نيرف، اهو ده الريكرنت او الكودا لارينجال نيرف، ده بيغذي الميوكس ممبرين بتاع اللارنكس من بعد الفيستيبيول، ويغذي بقى وعضلات الانترنسك مصر كلها ما عدا مين؟ ما عدا الكريكوسايرويد. يبقى ده الكودا للريكرنت لارينجال نيرف ماشي مع الفيجو سيمباثيتك. الفيجاس حاجتين ماشيين مع بعض زي ما قلنا، الفيجو سيمباثيتك فيجاس مع سيمباثيتك، ادي الفيجاس وادي السيمباثيتك لوحده. السيمباثيتك ده هيروح فين؟ هيروح عند قدام خالص جانجليا اسمها سيرفايكال جانجليا، دي سيمباثيتك جانجليا اسمها سيرفايكال جانجليا. لو شيلنا كل المجموعه النيرفز دي بالشكل ده فتحنا، ايوه ادي ادي الفيجو سيمباثيتك، ادي الفيجاس، ده الفيجاس وادي الجانجليا يا جماعه. شايفين دي كده اللي هي ستليت جانجليا اهي، دي اسمها ستليت جانجليا او كرينيال سيرفايكال جانجليا، دي اللي بيرايح لها السيمباثيتك، رايح لها السيمباثيتك عشان يغذي الاورجنز اللي في الهيد هنا، بتدي تفرعات ماشيه مع تفرعات البرانشز بتاعت البلاد سبلاي. خلاص يبقى ده فيجاس لوحده، ودي سيمباثيتك رايح للجانجليا، دي اسمها ايه؟ اهي واضحه دي كرينيال سيرفايكال جانجليا، دي سيمباثيتك جانجليا. طيب بيطلع من الفيجاس هنا مين؟ بيطلع فيه كرينيال لارينجال نيرف، ده كرينيال لارينجال نيرف رايح يخش في الثايرويد فورة من هنا عشان يغذي الميوكس ممبرين بتاع الفيستيبيول وعضله مين؟ الكريكوسايرويد، وعضله واحده بس اللي هي الكريكوسايرويد اللي هو ده اسمه كرينيال لارينجال نيرف، طالع من الفيجاس من هنا، ادي الفيجاس يطلع منه الكرينيال لارينجال، نشده كده يتشد معايا، ادي كرينيال لارينجال. خلاص يبقى الفيجاس هيطلع منه كرينيال لارينجال للثايرويد فورامين، ويطلع منه من ورا من عند الاورتيك ارش، يروح يلف من الاورتيك ارش او الرايت سب كليفن على ناحيه الرايت اللي هو الريكرنت او الكودا لارينجال، بيمشي مع الفيجو سيمباثيتك في منطقه الرقبه مع الكومون كاروتيد ارتري. خلاص يبقى ده رقم 10. رقم 11 السباينال اكسسوري اهوت، شايفين بالتو برانشز بتوعه، اشهر واحد عارفينه الدورسال برانش، هيروح يغذي يمشي على الدورسال بوردر بتاع البريكسفاليك عشان يوصل للترابيزيا سيرفايسز، ادي الدورسال برانش وبيتحد مع الجريت اوريكولار نيرف بتاع السكند سيرفايكال سباينال نيرف اللي احنا قلنا عليه، ده الدورسال برانش بتاع السباينال اكسسوري، ادي التفرع بتاعه ده دورسال، وادي الفنترال برانش رايح لمين فاكرين؟ ايوه لعضله الاسترنوسيفاليكاس ماسل. يبقى الفنترال برانش بتاع السباينال اكسسوري رقم 11. ماشي يا شباب. طيب الاوموهايويد دي ها قلنا الاوموهايويد بيغذيها الفنترال برانش بتاع الفيرست سيرفايكال، ده بقى مش كرينيال نيرف ده سباينال نيرف، لما بشد الاوموهايويد اللي هي دي كده بالشكل ده، ادي النيرف اللي رايح لها، ده الفنترال برانش بتاع مين عشان ما الخبطش، ده الفنترال برانش بتاع الفيرست سيرفايكال سباينال نيرف رايح يغذي مين؟ يغذي الاوموهايويد ماسل اللي هو ده. خلاص يبقى ده الفنترال برانش بتاع الفيرست سيرفايكال، الاثنين دولت بتوع سباينال اكسسوري دورسال وفنترال، ده الفيجو سيمباثيتك اللي في النص، ده الفيجو سيمباثيتك او على كده بتاع الفيرست سيرفايكال، يبقى ده الفيجو سيمباثيتك قلنا فيكاس هيطلع منه كرينيال لارينجال اهوت، والسيمباثيتك هيروح لمين؟ للسيمباثيتك جانجليا كرينيال سيرفايكال جانجليا. ماشي يا شباب. ده اللي هو رقم 12 هيبوجلوسال، ده موتور. ده رقم 9 اللي هو جلوسو فارينجيال، جلوسو فارينجيال، وده رقم 7 اللي هو المانديبولار بالبرانشز بتاعته. تمام. يبقى احنا كده خلصنا مجموعه النيرفس اللي موجوده معايا هنا، وفي النهايه مفيش حاجه صعبه ولا في شيء مستحيل، فقط انها الاراده، فاستعن بالله ولا تعجز، ولان فيه كل الخير لك، افرح بقدر الله وتفائل بالحياه تدرك كل ما تتمناه، وابتسم ثم ابتسم وابتسم، لان في الابتسامات مفتاح لكل مغلق وتيسير لكل عسير وزوال لكل هم، ويكفي ان نبتسم لان ربي وربك
هو الله. إلى لقاء جديد، السلام عليكم ورحمة الله.